ونعود إلى الملف الأول الذي نبدأ به الحرة الليلة، إذ أعلن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفاف قخافي عن بلورة آلاف الأهداف التي ستدمر خلال أي حرب مقبلة في لبنان. وأفاد في بيان نشره الجيش الإسرائيلي أن الأهداف التي ستدمر ستشمل منظومة الصواريخ والقذائف والراجمات التي يمتلكها حزب الله اللبناني، إضافة إلى مقر القيادة. تأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان حزب الله أنه قادر على منع إسرائيل من استخراج النفط والغاز في منطقة بحرية متنازع عليها. فما بنك الأهداف الذي تحدثت عنه إسرائيل؟ وما الخطوات الإسرائيلية التي ستترتب على ذلك؟ وكيف ينظر لبنان للتصريح الإسرائيلي؟ وما الإجراءات التي ستتخذ بعد ذلك؟ للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من تل أبيب عبر خدمة سكايب عكيفة إلدار المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد عكيفة. أولا، ما بنك الأهداف الذي تحدث عنه رئيس الأركان الإسرائيلي؟ بنك الأهداف وليست المرة الأولى التي تستخدم ذلك إسرائيل خلال الحرب الماضية في قطاع غزة، عندما أطلقت إسرائيل الاعتداء على الأهداف المدنية، وفي الأسبوع الماضي بضرب المطار الدولي لدمشق. إذن إن من أهم الأهداف هي المطار الدولي في بيروت، وكانت قد ضربته إسرائيل في العام 1982 وأيضا في الحرب الثانية في لبنان. فهنالك عدد من الأهداف، إن الأهداف الأخرى هي المواقع العسكرية في لبنان وفي سوريا. نحن نتحدث عن إيران وليس الموضوع مرتبط بلبنان، وللمرة الأولى لا أستبعد اعتداء إسرائيلي على إيران. إذا أصغيت بدقة إلى تصريحات الرئيس بايدن والتي وضح فيها جليا بأن خطته لتوجه إلى المملكة العربية السعودية في تموز يوليو، وعلى أجندة البحث أمن إسرائيل، وإذا أضفت إلى ذلك الرسالة إلى الشعب اللبناني لأن إسرائيل طبعاً قلقة تجاه احتمالية الرد لاعتداء ضربة من إسرائيل على الأهداف الإيرانية، سيقابل بصواريخ من حزب الله من لبنان على الأهداف المدنية في إسرائيل، والإسرائيليون يعرفون ذلك، وكما اختبروا من قبل أن الأهداف المدنية ستطال حيفا وتل أبيب. إذن أعتقد علينا أن ننظر إلى الصورة الكاملة، وإذ تربطنا بالمؤتمر الصحفي الذي عقب ذلك، إذا ما استبدلنا كلمة كوريا الشمالية بكلمة إيران وبإخفاق المفاوضات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، أعتقد بأن ما يتبقى لدينا هو هذا الخيار العسكري، وأن الخيار العسكري يشمل إيران وسوريا ولبنان. سيدة عكيفة، هذه هي الصورة الأوسع للأزمة، لكن لو عدنا إلى الصورة الأصغر، وهي أن حزب الله ليس وحده في لبنان. الحديث هذا أيضا عن الأهداف المدنية، كيف سيكون وقع ذلك على المدنيين في لبنان وعلى بقية الأهداف التي يتحدث عنها كوخاب؟ نعم، هذا السؤال الذي طرح على إسرائيل في شهر مايو من العام الماضي 2021، عندما استهدفت إسرائيل المدنيين، وقال السيد كوخافي، شرح رئيس الأركان الإسرائيلي بأن حماس وحزب الله لديهم بقيام بالاختباء وراء المدنيين، وعندما تم ضرب مكاتب الجزيرة ووسائل إعلام أخرى في قطاع غزة
في مايو من العام المنصرم. إذن الرسالة هي أن إسرائيل تأخذ ما نسميه بأنها تقرح على السقوف بصواريخ حيث على مباني حيث الإرهابيون يختبئون لكي ترسل رسالة لكي يخلي المدنيون هذه المباني، وبعد ذلك تكون إسرائيل حرة بإرسال الضربات حتى هذه الأهداف المدنية بعد التحذير. وإسرائيل ستجادل بأنها أرسلت تحذيرا ومنحت ما اكتفى الوقت، وأن الإرهابيون من حزب الله وحماس بالاختباء وراء الدروع البشرية، وبعد ذلك ينتقدون إسرائيل بأن إسرائيل تعتدي على المدنيين الأبرياء. في هذا الشق تحديدا سيد عكيفة، فيما يخص هذا التصعيد له علاقة بالخلاف على حقول لها علاقة بالغاز، وفي نفس الوقت هناك استعداد لجولة جديدة من المفاوضات، كيف سيؤثر هذا الحديث من رئيس الأركان على هذه الجولة؟ حسب معلوماتي، وقد نشرت صحيفة هآرتس اليوم، ولا يمكن أن تتهم هآرتس بأنها موالية لليمين في الحكومة الإسرائيلية، فتنقيب أوفشور عن النفط هو جزء من الحدود الإسرائيلية الدولية، وإسرائيل تعتقد بأن حزب الله يحاول استفزاز إسرائيل بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان، وأنهم سيحصلون على دعم الجمهور اللبناني، الشعب اللبناني، ولكن إسرائيل متأكدة واثقة من أن حقول النفط هي في المياه الدولية قريبة من السيادة الدولية لإسرائيل، وأن إسرائيل مستعدة للرد عسكريا إذا حاول اللبنانيون من تقويض محاولة إسرائيل لاستخدام حقول النفط هذه واستخراج النفط. وكما تعرف بأن النفط هو ثمين جدا الآن، وانظر ما يحدث الآن في العالم. سيد عكيفة إلدار المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وللتعرف على وجهة نظر اللبنانية ينضم إلينا من بيروت الباحث في الشأن السياسي دكتور مكرم رباح. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. ما الرد اللبنانية على هذا الحديث الإسرائيلي؟ لا شك بأن رد الشارع هو رد نوع من خوف، ولكن في نفس الوقت هناك دعابة في شوارع بيروت بأن ليس هناك من شيء لتدمره إسرائيل بعدما قامت هذه الطبقة الحاكمة التي تحتمي بسلاح حزب الله لتدمير النظام السياسي والنظام الاقتصادي اللبناني. فأن إسرائيل تملك نوع من بنك أهداف، ولكن البنوك اللبنانية قد أفلست، وهذا قد وضع لبنان في وضع خطير جدا. وأعتقد بأن حزب الله يعي تماما بأن أي ضربة عسكرية مستقبلية لن تكون شبيهة بسنة 2006 عندما قام الشعب اللبناني بحضن جمهور حزب الله وفتح بيوتهم. فأن أي محاولة أو أي مغامرة عسكرية رعناء من قبل إيران وحزب الله سيواجهها نوع من رد قاسي، لا سيما بأن لا أعتقد بأن حزب الله الذي يخدم الإسرائيلي كونه نوع من حارس حدود يريد أن يشعل الجبهة الجنوبية، كون الجبهة العسكرية والحرب الدائرة في سوريا وحتى في إيران، وكما نحن نتابع بأن هناك عمليات اغتيال تكتيكية لعديد من الحرس الثوري الإيراني. فلا أعتقد بأن حسن نصر الله سيقوم بأي خطوة كلما لا تأتيه الأوامر من إيران، التي الآن تركز على محاولة الخروج من هذه المماطلة أو نوع من التعسر في مفاوضات فيينا. لكن دكتور مكرم، أنت تحدثت عن موقف الشارع وموقف حزب الله وإيران، لكن ماذا عن الحكومة والرئاسة اللبنانية وردها على ذلك؟ نعم، أعتقد بأن ما قامت به الحكومة اللبنانية من استدعاء للموفد الخاص للطاقة أيموس هوكشتين الذي وصل إلى بيروت اليوم هو خير دليل على وجود نوع من تنسيق بين الحكومة وبين رئيس الجمهورية بالتحديد حليف حزب الله
ميشيل عون في خلق نوع من حماية دولية من قبل الطرف الأمريكي، وقد قال حزب الله ما قبل التصريح الإسرائيلي بأنه ينطر نوع من أمر أو توقيع على مرسوم معين حتى يستطيع حزب الله أن يدافع عن الأرض اللبنانية، وكل ذلك خير دليل بأن حزب الله لا يريد الخوض في حرب مفتوحة، وهو قد يلجأ إلى نوع من مسرحية أو نوع من عراضة عسكرية ليقول أو محاولة لإنقاذ ماء الوجه. أن الدولة اللبنانية للأسف سيدي هي متواطئة مع حزب الله، ولا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية قامت بما هو مطلوب منها دبلوماسيا لمحاولة حتى تقديم إثباتات كافية للموفد الأمريكي وحتى للمجتمع الدولي من أجل تحصيل بعض من الحقوق المهدورة. وأن هذا الكلام الشعبوي على الخط 29 هدفه الأول والأخير عدم الوصول إلى أي نتيجة ملموسة. كيف سيؤثر هذا على هذه الجولة الخاصة بمفاوضات ترسيم الحدود؟ أعتقد بأن التصريحات الإسرائيلية لن تؤثر بشكل مباشر على هذه الجولة، كلما استمرت الدولة اللبنانية بالمماطلة وعدم تقديم طروحات جدية إلى أيمس هوكشتين. أيمس هوكشتين وصل إلى لبنان بناء لدعوة من الحكومة اللبنانية، ومن هنا على الحكومة اللبنانية أن تعطي أيمس هوكشتين الذخيرة السياسية الكافية من أجل تحصيل الحقوق الضائعة للدولة اللبنانية. فإن هذا الاحتقان أو هذا الكلام يشبه إلى حد معين ما يطلق عليه قتال الذل، فإن كل من حزب الله وإسرائيل يقومون بالشادو بوكسينج ولا يريدون الخوض في معركة مفتوحة، لسيما بأن إسرائيل تعي تماما بأن أي محاولة تدمير البنية التحتية لحزب الله هي بحاجة لعملية برية وليس فقط إلى ضربات إسرائيلية كما حصل سنة 2006. من بيروت الباحث في الشأن السياسي دكتور مكرم رباح، شكرا جزيلا لك.